السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن غالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغرب. يقصوا نادي الفتح على الاهلي السعودي، اهلي جده اللي عنده 8 لاعبين مستوى عالي، عنده 8 لاعبين دي ستار، نجوم كبار لعبوا في دوريات اوروبيه كبيره، الاسبانيه الانجليزيه الايطاليه، تبهديله قراو مبالو، خاصة الشوط الثاني كارثة 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 الكوارث كارثة الكوارث. كل صراحة أنا ما فهمتش حاجة، أهلي هذا السعودي استغنى على رياض بودبوس، قال لك رياض بودبوس ما نحتاجوش، رايحين نجيبوا فيغا اسبانيولي هذا، وعندنا بعض المدافعين، جابوا ديميرال ولا وش اسمه هذاك التركي، وجابوا واحد ايبانيز ولا البرازيلي، واحد برازيلي واحد تركي، هذو هما البرازيلي والتركي. نروح للدرجه الثانيه في بطوله واد كنيس احسن من هذا الكزوج، ما تقوليش كانوا يلعبوا في دوريات اوروبيه، مستوى يتكركر صاحبي يتكركر، اخطاء بدائيه كارثيه. هذا الزوج على جالهم من ناحيه رياض بودبوز، على جالهم من ناحيه رياض بودبوز، رياض بودبوز نقولوا ما عندوش لياقة بدنية، ما هوش سريع، بصح يخدم يلعب مخه. رياض بودبوز يعطيك حلول، رياض بودبوز رقم 10، يعطيك كرات خاصة يعاون بها الهجوم والمهاجمين. تستغناو على رياض بودبوز وتخليه زوز عاهات، زوز عاهات، عاهة تاش معناها عاهة، واحد زيادة في السطاد، نلعب بنقص وما نلعبش به. تركي واحد يخلعك اسم، واحد لاعب دولي تركي، واحد برازيلي، ومن بعد هذا من هذا ما يغلطوش، مستوى تاعهم هذا يبقى ديما ثابت. كارثه اليوم تشوف تبهدله رياض محرز في الشوط الاول، حاول قدم كره تاع الهدف اللي جا منها فيغا اللاعب الاسباني بعد مخالفه، حاول يراوغ وينرفز اللاعب البرازيلي بتي بون اللي خلاه يتنرفز، البرازيليين ما يقبلوش الاهانات هذه تاع بتي بون، ولكن هذه حقيقه. لاعب رياض محرز اسم كبير، لاعب فنان، لاعب احسن لاعب في انجلترا في 2016، دوري انجليزي العديد من المرات، كؤوس القاب، اسم كبير، لكن في الشوط الثاني حدث لما يتوقع حتى واحد، مدافعين عرس، مدافعين زوج عرس، كان والو، كرة طويلة ضرب بها المدافعين اللي قاعدين يتفرجوا، راحوا لواحد وخلاو لا واحد الموديل لاطاكون وحده، خلاو لاطاكون تاع الفتح وحده، ومرك الهدف الثاني، الهدف الثالث ضربة جزاء بعد خطأ هذا المدافع البرازيلي. حنا رانا نحكموا للأسف نحكموا بالاسم، برازيل تركيا، الأونديري ما يغلطوش، هذا ماهوش بشر يعني، هذوما الناس المدافعين كامل يغلطوا إلا هما، لا مدافعين مستوى تاعهم متواضع جدا جدا. ومن بعد هيجي الهدف الرابع اللي كارثه يا صاحبي، كارثه، البالون يتفرج فيه بلوكاها، حبسها، جاي يحبسها ما قدرش، كيسي راحت له، هو بقى يتفرج فيها، اداها ممارك الرابع. كارثه 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 باتم معنى الكلمه. ما ننساش هنيئا ومبروك البندبكه الفوز الفريق نتاعو، بالمناسبه فريق الفتح هذا ماهوش الهلال وماهوش الاتحاد وماهوش النصر، يبقى فريق نقولوا مقبول، متوسط مقبول، بهدل الاهلي. كي كنت نقول لكم خاوتي نحكم على مستوى رياض محرز ونقولوا ابقى المستوى تاعو ثابت او تحسن، لما يلعب مع الهلال ضد الهلال او يلعب ضد النصر او يلعب ضد اتحاد جده السعودي، نقولوا مستوى رياض محرز هل هو تحسن او باقي ثابت المستوى؟ لكن اليوم رياض محرز ما قدرش يصنع الفارق، صحيح انه مدافعين كارثه تاع الاهلي السعودي، لكن رياض محرز النجم الكبير ما قدر يعمل ولا شيء، خاصه في الشوط الثاني ما صنعش الفارق، في الشوط الثاني ما دار والو رياض محرز بكل صراحه، ما دار والو. هنا واش يبين؟ يبين باللي مستوى رياض محرز راهو في النازل، مستوى رياض محرز راهو في النازل. كي قلنا منذ البدايه كنت نتمنى رياض محرز أموا يزيد عام، على الاقل يزيد عام في اوروبا. لكن هذه هي خياراته هو، وهو يتحمل مسؤوليته، هو اللي مسؤول على المسيره تاعو الرياضيه.
لكن مقابلات اللي فاتوا كانوا مع فرق، كانوا مع فرق ضعاف بزاف، ضعاف الأقصى درجة. اليوم تحط مع خصم ولا منافس نقولوا مقبول، ما نقولوش متوسط، نقولوا مقبول. العيوب بانت، العيوب مانيش نحملها رياض محرز طبيعي الحال، كاين مدرب، كاين خاصة المدافعين، كارثة كارثة المدافعين تاع الأهلي. لكن المفروض معليش فريق الأهلي نقولوا دفاعيا ضعيف وعيخسر، وموا تبان اللمسة تاع رياض محرز الشوط الثاني، على الأقل راك اسم كبير، نجم كبير، تحاول تعاون، تحاول على الأقل بهدف، بهدفين تساهم في الشوط الثاني. راك اسم كبير، اسم رياض محرز، لكن رياض محرز ما قدر يعمل ولا شيء، ما قدر يعمل ولا شيء في الشوط الثاني. وهذا راجع انه رياض محرز المستوى تاعو هابط. لو نقارنوا رياض محرز بصلاح، صلاح إدارة ليفربول، اسمع مليح، إدارة ليفربول والمدرب مصر على اللعب، ماهيش باغيته يروح، بتجيبوا أمراير نتاعكم، ما نطلقش صلاح، مانيش طالقة صلاح. هذه إدارة ليفربول بطبيعة الحال، كيقول إدارة بطبيعة الحال المدرب هو اللي متمسك باللاعب، عكس رياض محرز جاهم أوفر شوية مليح خليه يروح، عندنا البديل. ما بقاش رياض محرز تاع الباترون تاع السيتي، ولا ما اللاعب عادي حب يقعد يقعد، حب يروح يروح نورمال، عكس صلاح ليفربول اللي كانت مصر على اللاعب، كون تجيها اي اوفر، اي اوفر كبير ما تطلقش اللاعب، هي مصر عليه والان مصر عليه. كلوب في الندوه الصحفيه قال الا صلاح، ردوا بالكم صلاح لا. وهاجم السعوديه على كل حال، وهاجم الطريقه اللي راه يجي فيها اللاعبين، و اليوم محرز فريق نقولوا متوسط، ما قدر يصنع والو، ما قدرش يدير الفارق، ما قدرش يكون خطر على دفاع الفتح السعودي، هذه حقيقه. هنا اللي ماهيش في صالح المنتخب الوطني، انه النجم الاول للمنتخب الوطني رياض محرز ماهوش في المستوى المعهود نتاعو، مازال بعيد عن المستوى نتاعو. هذه الصراحه انا ما عنديش لغه الخشب وما عنديش تزواق، نقول الكلمه الحق نقولها. المقابله تفرجتها بعيني، الشوط الاول نقولوا مستوى مقبول من رياض محرز، الشوط الثاني محرز بعيد على المستوى نتاعو. هذا ما يعكسش انه دفاع الاهلي السعودي دفاع كارثي ولا يستحق حتى انهم يجيبوه من اللاعبين، صريح العباره ما نقدرش نشريهمش، ما نشريهمش، نفضل رياض بودابوز يبقى ويطلعوا زوج لاعبين من السعوديه ولا من البطوله تاعهم، ولا نجيبوا لاعب افريقي ولا احسن من هذا من الزوج العاهات. ماهيش برازيل تخلعك اسم برازيل ولا تركيا ولا عاهات. شفت المقابله كارثه، تقريبا الاهداف اللي جاوا نتاع الفتح السعودي من اخطاء هذا من الزوج مدافعين، كارثه زياده في الصطاد، زياده في الصطاد. رغم هذا زلنا ما شفناش مستوى رياض محرز اللي نعرفوه، مازال بعيد رياض محرز على المستوى نتاعو. اذا في الاخير نتمناو كل التوفيق لرياض محرز، وان شاء الله رياض محرز يرجع في المستوى نتاعو ويزيد يطور في المستوى نتاعو، خاصه من الجانب البدني، وان شاء الله في المقابلات القادمه يقدم اداء احسن من هذا. اذا في الاخير ملتقانا مع مزمن الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.